المرودو اليوم لو خلينا نقول حتى اللي حل ما جاش قبيه مثلا حتى مشكل الشافي موجود في الباز دوني بتاعنا اي جورني باش نعملوها ولا اي اكسيون باش تصير مع سواء تكنيك ولا ديبروموسيون ولا ديبروموسيون ولا غير يكون اتصل بيه ونبعثوا له ويشاركوا عندنا برشا من الخيال اللي يشاركوا في بوكو دو بروجرام مع الخارج مع المستشار نجم نقول لكم توا 24 ماي نجم حتى تقيوها تكون 24 ماي 2016 ان شاء الله في مقر ديكال في تونس عندنا جورني ناسيونال دو لا كريسيون دونتربريز يرى ان تيم مهم جدا لكم انتم اونتروت يرى سيستيم مي ثم تيم مهم جدا لكم انتم هو لو بارتاي دو فينانسمون دي زونتربريز دي بي ام او دو نوفو بروموتور ستادير كو الخيال باش يحلوا تو المشاريع يدوجوا ساعات تلقاه ما عندوش باش يسكر الكابيتال نتاعو ولا ما عندوش فلوس هذا باش يعمل بروجيت كبار شويه يدوج على تاسوسي تو سكي بي تو بي فينانسمون عندها كادر ان شاء الله باش نعملوه دونك نجم كلكم تكونوا حاضرين معنا فيه الحاجه الاخرى في باب المتابعه لي سيت بيرو اللي تكلمنا عليهم من الاول هذوك سيت بيرو اللي نعطيهم للباحثين الجدد هذوما اللي يجي بعدهم كالعاده البيرو اللي نعطيوه ايكيبي الانترنت موبل وكل شيء لكن مش هذا هو اهم حاجه كما قلت لكم اهم حاجه انه هو احدى الخبراء ينجموا يعطيو نصيحه مينيموم نصيحه في كل فتره من المشروع بتاعهم كوم سا اون تو كاسي ليزولمون اللي كنا نحكيو عليه كل شوي شيف دونك نمط التفاعل بين المحضر والمحيط نتاعها كيما تشوف حطينا بعض هيك نتاع المعرض كيما لابي وكيما الصناعه اللي شغل في الهضر لو سي تيكس كيكا شركه التنميه والبنوك وغير هذوما الكل هما كي سون اون كونتاكت افيك لو بيبينيير اون فو مي اون كونتاكت افيك او باش تاخذوا كل المعلومات اللازمه اون بو فوز اورينتي ولا اون بو فوز اكومباني معاهم هما اوسي تفضل دونك لو بوت نتاع المحضر شنو هو شنو الاهداف نتاعها تشجيع بعض المشاريع المجددة ذات الباور التكنولوجي كما قلنا قطون توجور ذا الانوفاسيون المساندة للباحثين الجدد ودمجهم في الدورة الاقتصادية المشاركة في تنشيط الدورة الاقتصادية كما قاعدين نقوموا اليوم ودعم الشراكة بين المعاهد العليا وهيك تكون المؤسسات الاقتصادية والصناعية تفضل دونك للي ما يعرفش لي زاد احداكم من المعاهد باش نشوفوا في التصوير هذيا تفضل هذوما صوني نميرو وتفضلوا في كل وقت مرحبا بكم. صحة سي أيمن. بارك الله فيك. رجع للنميرو. مرحبا بكم توا جست باش نستدعى الفرقة تعمل لنا 5 مينوت بوز ميوزيكال نرتاحوا شوية وبعديك نرجعوا مع بقية الإدارات مرحبا بكم.